روسيا تحصل على أراضي كثيرة من بوش ومن أوباما وبايدن، ولم يأخذوا أي أراضي من ترامب. كان يعرف أنه غير قادر على ذلك أو خوض الألعاب معي، كانت علاقة جيدة جدا به، ولكنه لم يأخذ شيئا مني. أما الآن فسوف يستولي على كل شيء من هذا الرجل الواقف إلى جانبي. إذا ما ألقينا نظرة على ما فعله ترامب في أوكرانيا، هذا الرجل قال لبوتين افعل ما تشاء في أوكرانيا، ودخل بوتين بالفعل، قال إنه سيستولي على كييف في غضون 5 أيام. ألا تتذكرون؟ هو في الحقيقة لم يحقق ذلك، بل خسرت روسيا آلاف الجنود. преследование Трампа, тем более в судебном порядке.